يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قمنا بتأجير بقالة على عامل واتفقنا معه. بقالة ولا بقالة بالتخفيف؟ قمنا بتأجير بقالة على عامل واتفقنا معه أن لا يبيع فيها دخانا، فهل ثم وجدناه قد باع، فهل نتلف الدخان أم نعيده إلى الشركة أم ماذا نصنع من ناحية الشرع؟ هذا تراجعون الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف أنها عن المنكر، وهي تأتي وتشوف الوضع مع هذا الشخص الذي يبيع الدخان. نعم.